نعم، من جديد ننتقل إلى مكان آخر في ولاية أضنة في محاولة منا في رصد جانب آخر من جوانب التي أثر عليها الزلزال الكارثي الذي ضرب الولايات التركية الجنوبية. نحن الآن في ساحة بالقرب من مشفى أضنة، هذه المشفى هي المشفى الرئيسية في هذه المدينة. نلاحظ أن هذه المشفى يعني لم تتعرض لأضرار ضمن الزلزال الذي ضرب الولاية، وبالتالي غدت هي مأوى للكثير من المرضى الذين والمصابين الذين جاءوا من ولايات أخرى إلى هذه المشفى. هذه المشفى يعني هي مشفى كبيرة تحوي كل الأقسام، يعني تمتد مساحتها تقريبا على 5 كيلومتر مربع. لم يسمح لنا بالدخول إلى المشفى، ولكن شاهدنا سيارات الإسعاف هناك، وأيضا شاهدنا وصول بعض الجنازات إلى هذه المشفى وتم خروج بعض الجنازات منها. طبعا هذا الكلام نحن يعني يضعنا دائما أمام تساؤل حول عدد الضحايا الذين يمكن أن يزدادوا من خلال يعني أرقام المصابين أو الذين يتلقون العلاج بسبب الزلزال الذي ضرب الولايات الجنوبية، وبالتالي هذه الأرقام يمكن أن تتعرض للزيادة أكثر وأكثر خلال الساعات القادمة.